طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. جماعة قيس القزعلي، جماعة الخامنائي، هاي المنتزقة، هاي المنتزقة مثلا كم علي سيارة يا ولد، أرجيك تربيع الرصيف، أخويا كادلي، هذا حارقين دبي، الأحزاب كتلة أخويا، حزب الدعوة، حزب الفضيلة، الأحزاب كتلة أخويا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية الحلقة ما حدث يوم أمس في إحدى الرحلات الجوية العراقية على متن الخطوط الجوية العراقية المتجهة من النجف إلى بغداد ومن ثم إلى مدينة مشهد الإيرانية. اللي صار أنه اثنين، الكابتن ومساعد الكابتن، تعاركوا في مقصورة الطائرة، والطائرة كان على متنها أكثر من 160 مسافر. العركة يعني كما تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت بوكسات ودفرات كما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى أدى ذلك إلى تحطم أجزاء من قمرة القيادة للطائرة. طبعا الطائرة كانت أن تسقط، والحمد لله أنه يعني تم تلافي الأمر في اللحظات الأخيرة. الصفحات البارحة تحدثت عن هذا الموضوع، يعني إحدى الصفحات قالت معركة دامية داخل مقصورة قيادة طائرة الخطوط الجوية العراقية 737 بين الطيارين على ارتفاع 37 ألف قدم، وأكملوها بوكسات كما يقول ومدافر على الأرض حتى تحطمت أجزاء من مقصورة الطائرة والدماء تملأ المقصورة. هذا هو الاستهتار كما يقول في الصفحة، هذا هو الاستهتار المطلق بأرواح الناس للطيارين. الكابتن المخضرم كما جاء في الصفحة، المخضرم نفسيا رعد الناصري، والمساعد الجديد المستهتر كما يقول بعلاقته بوزير النقل والمسؤولين شخصيا علي التويجي كما جاء في ذكر اسمه في هذه الصفحة، كانت أن تؤدي بكارثة جوية ضحيتها 160 بريء لولا تدخل عناصر الأمن لفض هذا الاشتباك. وبارحة كان الهاشتاج من ينقذ الخطوط الجوية العراقية من مافيات الفساد. طبعا هذا الخبر تم يعني تناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك بين العراقيين بكثرة، وكانت كل الردود يعني ضد هذا التصرف، وهذا التصرف طبعا مرفوض. إذا كابتن طائرة هذا المفروض اللي يكون يعني من أرقى طبقات المجتمع، متعلم مثقف، وصل إلى هذه المرحلة حتى يقود طائرة فيها أرواح ناس تصل في بعض الأحيان إلى مئات، 300 و400 مسافر و200 و100 وإلى آخره، تحدث هذا. شنو سبب العركة؟ سبب العركة أنه جايبين وجبة لمساعد الطائرة، والطيار زعلان رعد الناصري ضارب الوجبة وغلطان عليه وصار العركة. تصور وين وصل حال العراق، طيار على ارتفاع 37 ألف قدم في السماء يتعارك مع المساعد مالته على مود وجبة، وكانت أن تسقط الطائرة وبيها 160، حتى الناس بدت يعني يتحدثون هم المسافرين بعد ما وصلوا، بدأوا يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي ردنا نموت، رادت توقع الطيارة، صار اختلال بالطيارة، صياح الطاقم
القيادة في الطيارة، الكابتن المساعد مالته ضرب دفرات، يقول لك حتى القمرة امتلت دماء. وهذه الحالة في الخطوط الجوية العراقية. طبعا بيان يوم أمس لوزارة النقل قالت بأنه تم إحالة طيارين للتحقيق تشاجر في الجو، فيما أبدت استغرابها تقول وزارة النقل من تداول مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحادث بهدف الإساءة لشركة الخطوط الجوية بدلا من الإشادة بإجراءاتها الرادعة. خلينا نشوف هذه الإجراءات الرادعة ايش راح يصير. الحادثة ليست الأولى، يعني كنا نتذكر أو أغلبنا نتذكر ما فعل ابن وزير النقل السابق هادي العامري عندما طارت الطيارة وهو تأخر من مطار بيروت، أقلعت الطائرة من مطار بيروت متجهة إلى بغداد، هو إجا متأخر على المطار، بعد ذلك أرغموا الطائرة للرجوع وهي في الجو. إنه وزير النقل في ذلك الوقت هادي العامري قال لن تهبط الطائرة اللبنانية على الأراضي العراقية إلا بعد ما تعود مرة أخرى لمطار بيروت وتشيل ابنه وصديق ابنه. هذه حادثة. حوادث أخرى في الخطوط الجوية العراقية تقول وزارة النقل إنه الهدف منها الإساءة. الإساءة موجودة والتقصير موجود ومعروف. عندنا حادثة سرقة حقائب المسافرين تجري يوميا، هناك تقارير لصحف عالمية وصحف عربية بل لتصريحات مسؤولين من داخل مطار بغداد، هناك تحدث سرقات لحقائب المسافرين. حادثة أخرى أو حوادث متكررة، نتذكر أنه يعني جلبوا طائرات جديدة على أساس إلى العراق وذبحوا لها وسائل الإعلام تصور، يعني معقولة تم تداول هذا الأمر بسخرية من قبل مواقع التواصل الاجتماعي. حوادث كثيرة، السرقة وتهريب المخدرات وتأخير الرحلات الجوية لأن والله المسؤول بعد نص ساعة أو ساعة يلا يوصل، ويتم تأخير الرحلة، يتم إلغاء الرحلات بدون إبلاغ الناس. يعني البارحة اللي صار كارثة يومية، المواطن العراقي يصحى على كوارث في وزارات الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق منذ العام 2003. خلينا نقرأ أبرز التعليقات حول هذا الموضوع. يقول هذه الصفحة تحمل اسم عنكبوت العراق، جاء فيها يعني آلاف الردود، يقول أتعس خطوط كما قالت رنا العاني، أتعس خطوط خسرتني 25 ورقة يعني 2500 دولار، سويت كنسلت بيوم سفري وكان لازم أرجع للعراق عندي دوام، هي كنسلت يعني الخطوط وجيت على الخطوط القطرية. محمد البحر يقول منها المال حمل جمال، هذولا يقول هذولا مال طيران شلون انطوهم شهادات، هذولا عربنشية كما يقول مال حصونة ما أخليهم. آخر يقول وهو نادي يقول الجماعة متخيلين نفسهم بفيلم هندي، إذا أكو قانون حقيقي ما يصعدون طيارة بعد. يقول آخر ويقول المفروض ذولا ينشمرون وهي الطيارة بالجو حتى يكونون عبرة لكل واحد، يعني قال هو منحط كما يقول. آخر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وزير فاسد وربعة أفسد منا وحكومة بعد أفسد منهم، حسب الله ونعم الوكيل. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع وهذه القضية التي حدثت يوم أمس في العراق. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ عمر بالنسبة لخبر الطيارة ما أدري عرفتوا بيها لو لا، إذا تسألون بيه طيارة عادها على الله وطير له مثل ما يقول سلم على المشغل الآلي، مشغل آلي بالطيارة. طيب نعرف من عجم بالله راعد الناصري وهذا لو إياه، هذول هم كلهم ولد من ولد من ولد كاظم فنجان الحمام مش المطير شيء. إيه ما تقولي هذا ترجع من عجم دين أستاذ إنه يقومون بسرقة حقائب المسافرين. هو تمشي جلس مواصلة خايسة
كل عرفنا اللي يشرب ثروات البلد من النفط ومن الأموال ومن غيرها من دوائر الدولة هي بقت على حقائب المسافرين. نعم. زين والله يا أبي، والله يا أبي زين ما رجعوهم التوابيت مثل ما يقول النجف. زين ما رجعوهم زين أستاذ عمر. نعم. وهذا هي هاي أخلاق نقول إحنا قصرنا. أنت بعد لا تترجى كل خير من هؤلاء. نعم. والله العظيم اللي يترجى يطلع لي أجلكم الله أحد المنافقين قبل شهر طلع زين قال هاي راح تجي الحكومة القادمة، هاي حكومة تحرير صارت، الحكومة القادمة حكومة استقرار. وطلع البارحة واحد يقول لا حكومة تحرير وحكومة خدمات. فأنا أجلكم الله أوصل لهم رسالة ذولا اللي يعتمدون على ذولا. نعم. ناس اللي تعتمد على ذولا أقول له لا تحرير ولا خدمات ولا استقرار، لا تموت يا حماس. نعم. إلا أن يجيك شوف شلون يجيك الاستقرار والتحرير والخدمات. زين احنا إذا عندنا هيش طيارين ويتعاركون بالجو، ويتحدث وزير النقل قبل فترة قال بأنه تم رفع الحظر من قبل الدول الأوروبية على الطيران العراقي، وبعدين طلعت منظمة الطيران الأوروبية ونفت ما تحدث به وزير النقل وقالت بأنه لم يتم رفع الحظر عن الطائرات العراقية لغاية الآن. شنو رأيك يعني حق الناس تمنع، حق الناس تمنع أن تهبط طائرات الخطوط الجوية العراقية في أراضيها إذا كابتن الطيارة يتعارك وبوكسات ورا لا توقع الطيارة؟ أستاذ عمر هو اللي يسرق جنر، هو محتاج إلى يصلح طيارة يصون طيارة صيانة ما صيانة، هو اللي يسرقون حقائب المسافرين. ومنظمة الأوروبية منظمة الطيران الأوروبية هي تقصد أن الطيران اللي يجي من أوروبا للعراق ويرجع إلى أوروبا طائرات أوروبية مو طائرات عراقية. بالضبط الحرق. هي الطيران التابع للخطوط الجوية العراقية ممنوع أن يهبط في أوروبا صار لفترة طويلة. وهذا المقصود بيصار عمر. فهذول اللي تأمل منهم خير والله العظيم هذا يروح فدوى جلكم الله لو غريب. ترى الأيام القادمة السود ها يربالكم دائما أذكركم بها. لا تكون تتفائل بالخير لين خليها ببالك. قول أبو عمر قالها وما صدقنا. كل مرة يقول لكم خبر كل مرة أذكر شيء على قناتكم ما حد يصدق. لا ليش أبو عمر؟ لا مو مسألة أنه منصدق أو منصدق. نعم مو أنت. أنا أشكرك أبو عمر. أكو مشاهدين يطلعون يدافعون عن حرامية. نعم. أبو الفتاوى الشرعية وأبو القيادة الشرعية. نعم أنا أشكرك أبو عمر من السليماني. طبعا من الحالات في الخطوط الجوية العراقية سيطرة مافيات كما تحدث السياسيين على مطار النجف، وأول البارحة تحدث مسؤولين من داخل المطار قال لك المطار مطلوب أكثر من 270 مليون دولار، المطار مطلوب أكثر من 270 مليون دولار. طلع واحد آخر قال لا احنا مطلوبين بس 100 مليون دولار، مع العلم أنه رئيس الحكومة حيدر العبادي حل إدارة مطار النجف، ولكنهم لغاية الآن هم اللي مسيطرين على مطار النجف. هذا موضوع ونريد نستمع إلى أصواتكم حول هذا الموضوع. ننتقل إلى موضوع آخر. الناشط السيد مصطفى الصافي يتحدث عن الثورة ويتحدث عن المظاهرات وبأنها أسقطت أقنعة السياسيين. المظاهرات اللي في البصرة اللي في ميسان اللي في ذي قار اللي في بابل اللي في المثنى اللي في بغداد. خلونا نستمع إلى هذا المقطع للسيد مصطفى الصافي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أبناء الشعب العراقي الكريم أينما كنتم. لقد حقق أبناء الشعب العراقي الكريم بهذه الانتفاضة الوطنية الشعبية انتصارا كبيرا، وإن ذهبت بعض الدماء فهذا كان أمر مكتوب علينا وعلى الشعب العراقي. الآن الشعب من خلال المتتبع المنصف لحركة الانتفاضة وللرفض الجماهيري اشتركت كل قوى الشعب من وجوه اجتماعية، شيوخ عشائر، الشباب، المفكرون، المرأة والرجل كانا حاضرين، الجاليات اللي في الخارج. المجتمع الدولي انتبه، انضرب ضربة قوية.
وإن كانت الشعوب الواعية لا تعول فقط على المجتمع الدولي، وماذا سيأتي من المجتمع الدولي إلا النظر إلى مصالحه. هذا جانب. الجانب الآخر، هذه الحكومة الذي كان يلوم البعض لمعارضتها كشفت عن حقيقتها وكشفت عن أنيابها، أنها حكومة لصوصية وحكومة ميليشيات وحكومة قتل. وللأسف الشديد غبائها ثبت على نفسها تلك الجرائم الغبية، خصوصا لميليشيات ولي الفقيه. يعني احنا كنا نحكي عن بدر ونقول لكم بدر والناس تعترض، وش دعوة التجاوز وحامي أعراضنا. الآن شفتم خرجوا من وسط البيوت والأحياء السكنية ورموا على الناس وقتلوهم من أجل مصلحة الفقيه. إذن هؤلاء ليس لهم علاقة في العراق. نعم، كلام واضح للناشط السيد مصطفى الصافي، ليس لهم علاقة بالعراق، حكومة لصوصية قتلوا المتظاهرين إلى آخره. كذلك هناك مقطع آخر لنفس الناشط السيد مصطفى الصافي يتحدث عن المظاهرات في العراق. خلونا نشوف ونسمع ونرجع لكم. وجوه وأقنعة كثيرة سقطت، مثل العامري الخزعلي، وهاي صاحتهم وهوستهم وإحنا وحماتكم وجيبوا ودي، أصبحوا وظهروا على حقائقهم أنهم قتل لأبناء الشعب العراقي. ومعظم الشهداء لم يتجاوز أعمارهم 20 عاما. يعني المفروض هذول إربات هاي الدولة اللي أنتم مسكتموها منذ 15 سنة. مرة نقول جيل صدام، بل جيل صدام بالأربعينات والخمسينات، بس هذا جيلكم. نعم، يقول وجوه كثيرة سقطت مثل هذا العامري وقيس الخزعلي، وهم قتل كما وصفهم الناشط مصطفى الصافي. خلونا نكمل بالمقطع الثالث، خلونا نشوفه. لا زالت الدعوة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي، خلي يسجلون موقف، التغيير جاي، التغيير جاي، لحد وأنا أحكي وياك جاي مستمر. قد إحنا نفسنا العراقيين نخربه. بعضكم هاي الأبر التخديرية اللي يطتها الحكومة والفليسات اللي بدأوا يستفزون بها البعض ويغروها لا تتورط. بعض الشيوخ العشائر أنتم إجلال إلكم واحترام، مواقفكم مسجلة، لكن البعض رشيش. لا، شوية اصبر من أجل شعبك. أنتم اطيتوا دماء هاي العشائر الكريمة، أنطت أبناء، لابد أن تنتصرون. يعني إذا بقت هاي الحكومة هاي الدماء راح تهدر، وهذا ما لا يقبله أي شعب في العالم. نعم، معنا اتصال أبو طه من بغداد. تفضل أبو طه. نعم، تفضل أبو طه. نعم حبيبي، حياك الله، يا أهلا بيك. الله يحفظك. الله يسلمك، الله يخليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، تفضل أبو طه. إن شاء الله. هذا الموضوع اليوم. نعم أبو طه، تسمعني؟ أي، سمعت بيه. نعم، احنا تحدثنا عن حادثة الطيارة في بداية الحلقة اللي صارت البارحة، 2 طيارين متعاركين بيناتهم على وجبة الطعام. ما طيارة بالتاريخ كله. نعم، صارت بوكسات بيناتهم ودفرات، ورانا الطيارة توقع. وورا هذا الموضوع أخذنا إن شاء الله، إن شاء الله. تحدثنا مع أو أخذنا مقاطع للناشط مصطفى الصافي، وهو يتحدث عن بأن الحكومة الحالية هي حكومة لصوصية، وأن وجوه كثيرة سقطت مثل هادي العامري وقيس الخزعلي، وأن هذه الحكومة هي ولاها لإيران ولا تعمل للعراق وإلى آخره من هذا الكلام. تفضل. انقطع الاتصال مع أبو طه. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. شان عمر. نعم، كيف حالك عمر؟ حياك الله، يا هلا بيك، أسمعك، تفضل. هلاك أكثر، تحية لك وتحية لقناة الرفدين، تحية الكادرة والقناة، الله محمد، تحية للمتصلين الأخوان أبو عمر
وحي كل الاخوان وابو علي من كرمل المحترم. ما ادري بالعراق هي ليست دوله، هي عصابه كما قال هذا الرجل اللي بقناتك المحترمه، هي تابعه لولايه الفقيه ابن اللعين، هي اللي دمرت العراق. وبالنسبه لما يجري بالعراق، نحن نأيد الشعب العراقي لثورته من اجل كرامه الشعب العراقي البطل. نعم. وتحيه الكل، ورحم الله شهداء العراق القيارى، ان شاء الله انهم شهداء وهم يدافعون عن كرامتهم ضد هذه الحكومه الفاسده. ونهيب الشعب العراقي بان يتحرك يثور لمسانده الشعب العراقي لتحرير بلده، لان بلده مهدد بتقسيم، وسوف يبيعوا هذا بلعين العبادي، يبيعوا ويقسموا على الدول العميله مثل ايران اللعينه. وتحيه لك وللشعب العراقي البطل. ابو فيصل من السعوديه كان معنا. ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لكم ولقناتكم وللشعب العراقي الشريف. اهلا وسهلا بك. استاذ، انت تذكر حادثه الطائره؟ نعم. وانه الله سبحانه وتعالى ستر انه ما فقد. الحمد لله. يعني احنا كل يوم عندنا حادثه، كل يوم عندنا مطاف في العراق. يعني احنا بنشوف صار لنا 15 سنه كلهم يصيحون نريد وطن، نريد وطن. يعني هل من المعقول الفاسد راح يضيف وطن واحنا ساكتين صار لنا 15 سنه؟ يعني العراق كله فقد بماضيه وحاضره. اذا احنا نريد وطن، ترى احنا اللي سقطنا، احنا الشعب العراقي. انا والمتصلين والعراقيين كلهم هم سقطوا الوطن العربي، ما سقطوا هم يعني باعتبار انه هذا يعني شيء من ايديهم، لا، بس من نتيجه السقوط. يعني اذا انا ما يعني اريد وطن بايدي وايد الوطنيين، الحكام ترى ما ينصرون وطن، الحكام نهضوا الوطن. العتب علينا، احنا نريد نرجع الوطن، الفرصه هسه متاحه لنا، علينا ان نغير، ان نقضي على الفاسدين. ترى الوطن ما يرجع اذا بي فاسد، خلي يكون في علمنا، احنا الوطن ترى حيروح اذا الفرصه هسه سانحه لنا ان نريد نرجع وطننا، انه نقضي على الفاسدين. نبعد ايران على كل اللي جذبته ودخلته الى العراق، هو نوع من الفساد واللي قضت على الشعب العراقي. حتى البلاد اللي الطابوق اللي يجيبون اياه هو معجون بماده نوويه حتى تقتل الشعب العراقي. فاحنا هسه الشعب بيموت، وما علينا الا ان نستفيد من هذه اللحظه انه دائما نكون يد واحده للقضاء على هذا الفساد، ونريد نرجع الوطن. فاحنا نريد نرجع وطن، نريد وطن، ترى هذا ما يرجع اذا احنا ما نتكاتف، والمتظاهرين اذا ما يستمرون ويمشون الى المنطقه الخضراء، اعتقد انه ماكو رجوع للوطن. فاحنا لازم نتحد كليتنا كقوه واحده حتى نخلص على هاي المشاكل والفساد اللي موجود بوطننا، وان نحيي الارباح اللي راحت فداء للوطن وراحت تقطع في المظاهرات. فيا شعب العراقي، انا يعني كمواطنه عراقيه، انا اطلب من الشعب العراقي الوحده والاتحاد ككل. يعني احنا لن نعول على فلان ولا نعول على فلان، وان تكون لنا قياده اللي تسير بالمتظاهرين نحو التخلص من الفساد، ونريد نرجع الوطن. وتحياتي لكم. شكرا ام عبد الله من بغداد. معنا اتصال ابو علي من صلاح الدين، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك اخ عمر. انا دقيت ما اعرف البرنامج اليوم شنو، بس دقيت على البرنامج. نعم. نعم رسالتك تقول انه هناك تشويش، واخر من المشاهدين كذلك يقول هناك تشويش على القناه. ابو عمر، لا يطلع لنا احمد الوالد في الموضوع، شنو حتى ندخل على الموضوع؟ نعم، احنا تحدثنا على حادثه الطياره البارحه اللي صارت، تعاركوا الطيار والمساعد وهم بالجو ورادت توقع الطياره. يعني انا ما محي، يعني بس اذا وصل لك هذا الصوت، لان التشويش على الخط ما اقدر احصل. نعم، تشويش على القناه لو على الخطوط. لا، على الخطوط وعلى القناه. القناه انت تطلع تحكي، بس ما يطلع احمد الوايلي، تطلع انت تحكي يطلع دعاء ايراني.
نعم. أخ عمر أهلي والسلام عليكم. وعليكم السلام أبو علي صلاح الدين. يقول هناك تشويش على القناة على الخطوط وعلى الشاشة. أبو أسد من البصرة. تفضل أبو أسد. السلام عليكم. وعليكم عمر. السلام ورحمة الله. حياك الله. أستاذ عمر أنت قناة الشعب. نعم. قناة شريفة. الله يبارك فيك. وارد أحكي لك حكاية بس الرجاء من عندك بس ما تقطعها. لا 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 ليش نقطع؟ تفضل. ما تقطع ولا كلمة من عنده. لا بس احنا اجيب لك فد مثل مريد بس تجاوز مريد ابو اسد ارجوك تفضل. اسمح لي مو تجاوز اجيب لك مثل على الحكومة هذه بس. تفضل. فاليوم جماعة قاعدين بمضيف. اسمعني؟ نعم اسمعك. جماعة قاعدين بمضيف من ضمن القاعدين واحد بيسولف وياهم قال لهم اكو انقص من الخرحة كمان اقول بوجهه؟ قال له لا ما اكو. قال له لا اكو. قال له شلون؟ قال له هسه اقول لك هذا الرجال بطنه صار طلع خارج المضيفة. يعني هو المثل معروف نقص فيها. نعم نقص فيها بطنه صار نقص فيها وجاب طاس بنص المضيف. قال له هذا شنو وين؟ قال له هذا خرج حكي من اقول ابو جهه. قال له اكو انقص من الخرج؟ قال له لا. قال له لا اكو. يا بشلون جاب بابو قوده بنص الطاسه شو مرهب افرت على القاعدين كلهم. قال لهم هاي اخرى من الخرى يعني هاي الحكومه اخرى من الخرى. وانا اشكرك ابو يعني احنا دائما ناكد انه مريد التجاوز ويعني هذه الامثال تكون بعيده عن الشاشه وعن المشاهد لكن ابو اسد مبين يعني قلبه محروق على البلد وعلى الوضع والله يعين الناس. معنا اتصال نقرا رسائل. ها قبل ما نقرا الرسائل ناخذ المقطع الرابع للناشط مصطفى الصافي وهو يتحدث عن التظاهرات في المحافظات العراقيه. خلونا نشوفها. وهاي انتفاضتكم اللي البعض اتهمها اجبرت العالم على ان يعيد حسابات وقلنا لهم اذا عدتم حساباتكم نحن لا نكون بمعزل مع شعبنا خصوصا انتم اللي بالداخل دائما اراهنوا على هذه القضيه تمسكون الحراك ترتبوا اكثر تنظموا 2000 واحد منظم احسن من 2,000,000 فوضى اصحاب مبدا او اراده زين هي هاي كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. شنو الفئه المنظمه؟ إذا توحدتوا راح الخطط تصير أسرع. يعني إذا كنا الخطوة إحنا يعني نمشيها أو الكيلومتر نمشيه بساعة بجهودكم بتظافركم نمشي بعشر دقائق نختصر المسافة لأن العالم مدة الآن يغير العالم لكن كيف يغير وما هو البديل؟ العسكر بديل يحمي الدولة يحمي المؤسسات لكن بعد ذلك كيف تنظم الحياة؟ سلاحظت أنا إلحاحي دائما على التنظيم وعلى القوى العاقلة الواعية المفكرون. نعم يدعو الناشط السيد مصطفى الصافي إلى التظافر والتوحد ما بين المتظاهرين. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. رسائل حول التشويش أكثر من رسالة. رسالة من ابن ميسان يقول وأرسل مقطع فيديو يقول اليوم ظهر تشويش على قناتنا المجاهدة والفيديو يوضح ذلك. رسالة أخرى يقول لا يوجد صوت في البرنامج. وكذلك يقول أخي تشويش على القناة صاير تشويش على القناة أخي عمر
ماذا لماذا لا نسمع البرنامج؟ ربما أن هناك يعني تشويش على القناة ليس بجديد، يعني دائما كانت هناك تعمد من قبل الجهات المتصلة بالحكومة والأحزاب تقوم بهذا التشويش على قناة الرافدين. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا حضرتك وقناة الرافدين وكل أستاذ. حياك الله يا أهلا وسهلا. هو بدأ التشويش أستاذ عمر، قناة الرافدين القناة الوحيدة اللي تنقل معاناة المواطن العراقي وتنقل اللي دا يجري بالعراق والانتهاكات اللي قاعد تصير ضد الشعب العراقي، وهذا الشيء طبعا ما يعجب الحكومة العراقية وما يعجب الأحزاب اللي تحكم وما يعجب حتى المرجعية الموجودة، لكن إن شاء الله يبقى صوت قناة الرافدين عالي وينقل كل اللي دا يجري بالعراق وكل العالم حتى تشوفه. أستاذ عمر هو لا. يعني برأيي هو هذا الاستهتار بعينه، يعني 160 راكب متعلقة سلامتهم الطاقم الطائرة والطاقم مستهتر، وأنا شخصيا والله سمعت بأن هذا مساعد الكابتن هو أحد أقارب مو أقارب سيد الوزير. نعم. وبالذات يعني الخطوط الجوية العراقية من أسوأ الخطوط بالعالم، وصل بيهم الحال أن يعرضون حياة 160 راكب للخطر بسبب وجبة. نعم. يعني هذا عدم التزام بالمواعيد. أبو ناصر بحسب المقربين، يعني واحد موظف في الخطوط الجوية العراقية تحدث برسالة توضيحية قال بأن هذا الكابتن رعد الناصري يقول هاي مو المشكلة الأولى اللي يسويها، يقول دائما ما يتعارك إما مع المهندس الفني إما مع المساعد مالته، فهاي مو الحالة الأولى يقول. طيب هذا الكابتن من المسؤول عنه ومن دا يشوف هاي تصرفاته ودا يشوف دا يعرض حياة الركاب للخطر وبأكثر بارتفاع أكثر من 37,000 قدم؟ من المسؤول عنه ومن اللي راح يقدمه للقضاء ومن راح يحاسبه؟ إذا هم الوزارة بالأساس هي فاسدة أستاذ عمر، يعني وين ماكو واحد من أقاربهم اللي لا عنده علم ولا عنده فهم، مجرد دخل دورة وطلع صار طيار وقام يفوت طائرة وسلامة الركاب كلها برقبته وبرقبة المساعد مالته وما مهتمين لأي راكب، المهم هم عندهم مصالحهم الشخصية أستاذ عمر. يعني هي هاي الخطوط الجوية العراقية مثل ما قلت لحضرتك حتى عندها عدم التزام بالمواعيد المقررة للإطلاق. يعني أنا واحد من الناس اللي سافرت من بغداد لتركيا على طائرة من طائرات الخطوط الجوية العراقية، يعني كان المفروض تطلع الطائرة الساعة 1:00 والله بدون ما نعرف السبب ما طلعت الطائرة إلا الساعة 4:30، بالإضافة إلى ما تفضلت فيه حضرتك يعني سرقة حقائب المسافرين وكم مقطع فيديو شفنا شلون يفتحون حقائب المسافرين ويسرقون محتوياتها. نعم. ولو كانت الخطوط الجوية العراقية بها خير كان ما منعوا نزولها بالدول الأوروبية، ماكو شيء بالعراق ما صار به في ساد أستاذ عمر. نعم. ومن أحد من المواطنين يرفع صوته ويطالب بأبسط حقوقه يسلطون عليه الميليشيات والقوات الحكومية، أما بالاعتقال أو اغتياله، والمظاهرات الأخيرة كشفت للعالم اللي إذا أحد من دول العالم ما يعرف اللي دا يصير بالعراق، هاي المظاهرات كشفت لهم بأنه الميليشيات والحكومة العراقية شلون تتعامل ويا الشعب العراقي، وإذا عندهم الحكومة والسياسيين والبرلمانيين ومعممي السلطة إذا عندهم ذرة من شرف أو كرامة يتنحون عن السلطة وما يفيد أي اعتذار ولا مسامحة لأي مسؤول تسبب بإراقة قطرة دم واحدة من أي عراقي ومن كل الطوائف. وأقول للأسف اللي كانوا يؤيدون الحكومة اكتشفوا بوقت متأخر بأن الحكومة ما مهتمة بتقديم أي خدمة للشعب. أستاذ عمر العراق ضيعها هذولا اللي جو خلف الدبابة الأمريكية وسلموا العراق الإيران على طبق من ذهب، وتبقى المرجعية ساكتة عن كل ما يجري للشعب العراق، ويطلع لك واحد يقول لك شنو بإيد المرجعية، وهم يعرفون بأن المرجعية هي سبب دمار العراق، هي من فتواهم الأولى بعدم مقاومة الاحتلال إلى فتواهم بتأسيس الحشيد، واللي يعرفون كل الزين شنو اللي دا يسووه الميليشيات في الشعب ومباركة منهم. نعم. لكن يبقى شعب العراق إن شاء الله واعي ويفوت الفرصة على أي سياسي أو معمم أو برلماني أو مسؤول أنه يبقى يتحكم بأمور هذا الشعب العظيم. نعم. وشكرا جزيلا. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا. معنا اتصال محمد من هولندا، تفضل محمد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتك يا خالد. حياك الله يا أهلا بيك. أنا والله بعد تشويش ما وصلنا يا خالد، يعني أنا هولندا ما في تشويش يعني الحمد لله. جيد. والظاهر بس عايز معتنا في العراق. نعم. ويعني هم يشوشوا ليش؟ يعني المواطن عنده عيون يشوف. نعم. يشوف المشاريع الممتلكة الفشل مالتهم. يعني هم يشوشوا على الفرات ما سويت مظاهرات اللي يقطع يعني الكهرباء والماء خدمة الانترنت فعادي يشوش على القنوات. نعم احسن بس هو المواطن يشوف بعيونه فشل مالتهم يعني الحمر. نعم قناة الضافدية ما علاقة بالمظاهرات يعني بالثورة هي جزء منها اوكي بس مو ما علاقة يعني ايش بيشوشوا. نعم احنا نشوف فشلهم بعيوننا. نعم نشوف يعني فشل بعيون المواطن يعني لازم يشدون كل عيون المواطن ما يقدرون يشوشون على عين الله تشوفهم يعني. نعم. عين الباري عز وجل. نعم. أما خطوط الجوية العراقية كانت بالسبعينات يعني جرام الشيء صدام الله كان من أحسن خطوط الجوية بالعالم خطوط بالعالم العمر. نعم. يعني حتى ما سقطنا ولا طيارة كان 40 سنة ولا طيارة واحدة يعني أنا أتذكر شافت بالسبعينات اليوغوسلافية يعني كان نظافة وشياكة وعناقة وكل تمام. نعم. بس هم اللي يجيبون يعني حتى غير مكان غير مناسب مكان غير مناسب بأكيد يصير يعني. نعم شغلات بعد أكثر وأكثر يعني حتى اللي قو بالطيارات صراصير نعم صراصير يعني حيوانات يعني بعد فشوف العجيب هذا مو مشتغلوا عليها يعني. يعني احنا مثل ما ذكرنا يعني إذا وزير النقل السابق هذا العامري رجع طيارة حتى لأن ابنه تأخر على الطيارة فيعني الآن احنا نقرأ التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك هذا الطيار والمساعد مالته اثنيناتهم يعني عندهم اقرباء ومتنفذين في السلطه ومع الاحزاب يقول لك ما احد راح يسوي لهم اي شيء اكيد يواصلات اسطات السفيره وما عندهم مهنيه قريب طيارين عراقيين يروحون روسيا فرنسا ياخذون دورات نعم يعني حتى ثقافه مو بس طيران يعني لازم كل واحد معروف ومن عيله يعني زينه فشل بالعراق يعني تعرف الوضع كله مخربط. نعم. إن شاء الله الله يستحق. تحية سواك جميعا. شكرا 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 محمد الهولندا كان معنا. معنا الناشط المصطفاوي يتحدث لنا عن عمليات الاغتيال والخطف في بابل. يعني بحسب اليوم تقرير جديد لصحيفة العربي الجديد تحدث بأن أو تحدث التقرير بأن 23 عملية اغتيال. وسبع عمليات اختطاف في أقل من شهر واحد في مدينة الحلة مركز محافظة بابل العراقية ومدن في محافظة بابل مثل الإسكندرية المحاويل الهاشمية المسيب وسط تكتم إعلامي على أغلبها ولعل أبرزها من هذه الاغتيالات استهداف مدير عام جوازات بابل العقيد صفا حسن الدليمي وضابطي أمن ومحامي بارز وناشط حقوقي وكذلك أحد وجهاء العشائر تم اغتياله قبل يوم. أستاذ مصطفى المصطفاوي الناشط المصطفاوي تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكر قناتكم الموقرة قناة الرافدين لمواكبتها للأحداث في جميع محافظات العراق حقيقة رغم صعوبة الوصول إليكم لكن حاولنا أن نصل أكثر من مرة والحمد لله تجاوبكم معنا كان بشكل سريع. أشكر الأخوة الذين تداخلوا في موضوع العراق موضوع الطائرة موضوع كل موضوع أمني. نعم. يكون هناك من الحكومة تقصير سيء للغاية. نعم انقطاع شبكة الانترنت هذا ما أثر علينا انقطاع الخدمات انقطاع نعم. كل شيء لكن قتل البشر وخطفه وسحبه إلى مناطق مجهولة هذا هو أخطر شيء ممكن أن يمر على الإنسان. نعم. ما مر على بابل أي وقت في أي حاكم مثل ما مر في 2014 طبعا. نعم. إحنا نسكن شمال بابل. نعم. مناطق جرف الصخر مناطق ألبو علوان. نعم. مناطق ألبو مصطفى الخليل عمليات اختطاف منذ 2014 لحد هذا اليوم. نعم. أخيرها هو أحد علماء هيئة المسلمين الراحل غدرا عدنان شاكر شافي طبعا. نعم. الراحل هو
من احد وجهاء المحافظه. نعم. عندنا تنسيق مع الجهات الامنيه، عندنا تنسيق مع الحكومه، لكن للاسف خيبتنا الحكومه، اخترتنا بسبب هذه السيارات التي تخطف ومن ثم يقفون مكتوفين الايدي. طبعا منطقه ابو مصطفى الخليل عندما نتجه باتجاهها قبل الدخول لهذه المنطقه نجد خمس سيطرات من قوات الاتحاديه، عندما نتكلم معهم يقولون الخطف من امامهم. عمليات الخطف الاعلام محجوب تماما بسبب يعني عمليات الخطف ما تكون واضحه مثل عمليات الاغتيال. احد ايات علماء المسلمين الراحل هو رفض ان يصطحب من السياره وقاوم بيديه الفارغه بعد ان اصطحبوه الى جهه مجهوله، لكن لم يستطع ولم يفعل في السياره حسب ما وصلت الاخبار، وتم غدره والتمثيل بجسده الطاهره بالسكاكين ومن ثم ربطه من عنقه وسحبه في الشارع. هذه اخر حد وصلت اليه. طبعا استخبارات الحله تقف مكشوفه الايدي، والدليل هو مدير الجنسيه الله يرحمه ايضا. طبعا هذه الجهات لا تعرف شيعيا سنيا كرديا، هي فقط من يتكلم بالإرادة الوطنية وبالتكاتف الوطني. نعم. وكل ما يخدم المحافظة سيتم غدره بأسرع وقت ممكن. نعم. تواصلنا مع الأحزاب. طبعا عمليات الخطف منطقة ألب ومصطفى وحدها تعرضت لحد الآن 45 شخص كلهم كبار سن. البعض يقول بسبب انهم رجال اعمال يريدون القضاء عليهم. نعم. البعض يقول انهم رجال دين، لكن في نهاية المطاف اتضح لنا انهم ليس رجال اعمال، لان نصف الذين راحوا مخطوفين لم نجد لهم انهم اصحاب ادوار. نعم. إذن عمليات تهجير ممنهجة لدى الحكومة. إذن وقوف محافظة بابل، قائد الشرطة محافظة بابل علي كوة لم يستطيع ان يحرك ساكن، وكانه ناظور للخضره كما يقول الفلاح. نعم. عندنا محافظ بابل كذلك ايضا مكبل الايدي. نذهب لهم نقول لهم انتم وقت الانتخابات جئتم وطلبتم منا ان نشوك لكم، يعني منطقه ابو علوان غصبا هي صوتت لهم. نعم. يعني تريد ان تساعدهم من اجل فقط ان رمق العيش. نعم. من اجل لقمه العيش. ابو مصطفى الخليل وصل عدد المخطوفين 40. نعم. كلهم باتجاه منطقه جوف الصخر. في حقيقه المطاف انهم اتجهوا يقولون في هذا المطاف. احد المخطوفين يقول من ذوي المخطوفين قال اصطحبوا ابي من امام نقطه شرطه الاتحاديه في قضاء المحاويل. نعم. وذهبت لاتكلم مع النقطه وقلت لهم هذه سياره داعشيه او سياره ما تسمى بالانفلونزا، اصطحبت ابي الى مكان وستمر من هنا. يقول له الشرطي انا لا غير ما استطيع ان احرك ساكن، وانا نعم. حقيقه لان رجال الامن طبعا نعم. سيد المصطفى انا ما اقدر. نعم. يعني ما اقدر اذم القوات الامنيه لان القوات الامنيه حقيقه نعم. ليس قدره لها، لانهم يشتموهم يسبوهم حسب ما فهمنا. نعم. برايك انت برايك وحسب ما يعني تشوفه وتسمعه، من يوقف وراء هذه الاغتيالات وهذا الاختطاف؟ يا جهه عندما نذهب لابو العصائب يقول غير انا غير موجود هذا الرهين عندي. نعم. نذهب لابو كتاب حزب الله حسب ما تواصلنا معه يقول هذا مو عندي. نذهب لابو الاستخبارات يقول هذا مو عندي. نذهب لابو الامن الوطني يقول هذا مو عندي. نذهب لابو الاتحاديه نقول له وين شغلكم؟ يقول هاي الجهه ما استطيع ان اتكلم معها. يصحبوهم حسب ما يقال انه هي كتائب لحزب الله، كتائب للعصائب، ما نفهم يعني بالشكل الدقيق. نعم. لكنهم قبل الانتخابات يذهبون الى نعم. هذه المناطق احنا نواكب مواكبهم نراقبها. سيد المصطفاوي يعني نعم. بحسب تقرير صحيفه العرب الجديد يقول مسؤولون في جهاز الشرطه المحليه بمحافظه بابل وكذلك مسؤولون محليون اكدوا تورط فصائل مسلحه ضمن ميليشيات الحشد الشعبي في عمليات الاغتيال. صحيح. انا اتفق مع صاحب الجريده اقول له شكرا لك لانك اعطيت الوصف الدقيق. نعم. لكن اقول لصاحب الجريده
ما استطاعت ان تصل الى الحقيقه، وصلت ولكن بشكل قليل جدا. نعم طبعا في 2014 طبعا كذلك اكدوا مثل ما تفضلت حضرتك بانه دوافع طائفيه وسياسيه ولتغيير ديموغرافي في محافظه بابل. اكمل لك الموضوع اخي لو اعطيتني من الوقت دقائق. تفضل. بالنسبه اللي يقول تواطؤ القوات الامنيه، نعم تواطؤ القوات الامنيه في 2014 واكبنا من امام المستشفيات، هناك 40 شخص انخطفوا في 2014 من امام مستشفيات بابل، جاءوا على جثه احد المسجون. نعم. طبعا تم قتله في السجون، فقالوا له ان داعش قتلت هذا ابنكم، فاتجهوا اهل العشيره، تم خطفهم. يعني لحد الآن كلهم مواليد 40، مواليد تحت 45، كبار في السن، صحبتهم جهة مجهولة من أمام أنظار القوات الأمنية. هذا اللي إحنا بنخيب أملنا اليوم، هذا اللي إحنا ما يكون حتى مع الأحزاب، يعني لا تراعي كاليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إحنا مو فقط يعني هاي المناطق حسب ما تواصلنا معهم، منطقة ألقم الصفر، منطقة مناطق في جوف الصخر، طبعا منطقة جوف الصخر منكوبة تماما، نهبت من قبل الأحزاب، نهبت الثروة، هناك المراكز الصحية، المدارس كلها سجون سرية. نعم. بس دقيقة ما بقى وقت للبرنامج. نجد. نعم ممكن نستضيفك على الحلقة. ولا نستطيع طبعا. نعم. أنا أشكر قناة الرافدين اللي تواكبها مع الأحداث. شكرا لك. نحاول التواصل معاكم دوما إن شاء الله. نعم. شكرا الناشط المصطفاوي كان معنا من بابل، وهو يتحدث أو تحدث عن عمليات الاغتيال والاختطاف في المحافظة. في آخر دقيقتين نقرأ رسائل واتساب. يقول السلام عليكم، أحمد من دهوك، أخي العزيز ليش هو المسؤول يهمه شيء اللي همه يقعد على تبريد بالصيف وعلى تكييف بالشتاء والفقير يموت من الحر والبرد والجوع. نعم قبل الختام نأخذ المقطع الخامس للسيد الناشط مصطفى الصافي، نأخذه ونرجع لكم. بالهور من قتلة شد الأهداف اللي أنتم تردوها، يقول فجروا الجازينات بشط العرب. أي عراقي، أي اتخذ علي، أي عامري، ما تستحون أنتم، ما تخجلون تعملون ضمن هيتشي أجندة. انت العامري والخزعلي يعني شنو؟ ما عندكم ثقه؟ هذا الشعب يشيلكم للسماء. ايش بيه السيد السيستاني؟ يعني ما افهم ليش هالدونيه والنقص، يعني ليش على سليماني تركض؟ ايش بيه العراق؟ ما تريد العراق؟ ايش عندك قاعد هنا؟ ايش فينا شرك؟ احنا هم نريدك. كنا نتمنى طالعين من عيني ولاغاتي، الان طلعتوا بهذه الطريقه المخزيه لكم ولتاريخكم. فأبناء الشعب العراقي مستمرين احنا بالانتفاضة، وحي الله المنتفضين الأبطال، ورحم الله الشهداء، وشاف الله الجرحى، والفرج جدا قريب إن شاء الله، إيد بإيد قريبا إن شاء الله أن نرى عراقا جديد، عراق حقيقي ليس فيه طائفية وليس فيه مناطقية وليس فيه تحزب وتصديم وأصنام. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. إن شاء الله الفرج قريب. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.